تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وذلك لليوم 62 بعد 300 على التوالي، تزامنا مع استمرار القصف وإطلاق النار المكثف، حيث استهدفت قوات الاحتلال المدرسة تؤوي نازحين بحي التفاح ومعهد الأمل للأيتام بحي الرمال في مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين. كما استهدفت قوات الاحتلال عدد من المنازل في خان يونس بجنوب القطاع وحي الشجاعية بمدينة غزة ومخيم النصيرات بوسط القطاع. هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 41,689 فلسطينياً وإصابة 96,625 آخرين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي. Thank you.